نيجي بعد كده لدرس الأدلة. أي من العبارات التالية صحيحة عن الكواشف؟ الكواشف أو الأدلة أو الإنديكيتور، ماذا الدليل بتاعها؟ طبعا الـ pH بيساوي الـ pKa بلس أو ماينس 1. القيمة الوسطية اللي هي الـ pKa في مدى تغير الدليل طبعا، بس هل دائما 7؟ لا، مش كل الأدلة 7. اللون الأحمر يعطي مؤشر وسط الحمض، مش شرط، ممكن يبقى 9 ويعطي حمض. قيمة بي كي اي ان للدليل ضمن مدى الكاشف صحيح، يبقى انا عندي لان ايه البي اتش مدى الدليل هو بي كي اي ان زائد او ناقص 1. يعني افرض ان كان بي كي اي ان بيساوي 5، يبقى المدى ايه؟ 5 بلس 1 6، 5 ماينس 1 4، يبقى المدى بتاعنا من 4 الى 6. لماذا يزداد معدل سرعة التفاعل بزيادة تركيز المواد المتفاعلة؟ أولا نعرف معدل سرعة التفاعل بيتأثر بيه بخمس عوامل: حالة المادة، الغاز يتفاعل أسرع من السائل، والسائل يتفاعل أسرع من الصلب بطبيعة حركة الجزيئات، عفوا. الحاجة التانية التركيز، زيادة التركيز تؤدي إلى زيادة عدد الجزيئات وزيادة عدد الصدمات. الحاجة التالتة مساحة السطح، زيادة مساحة السطح تؤدي إلى زيادة عدد التصادمات. ليه يجب مضغ الطعام جيدا؟ عشان يزود مساحة السطح بتاع الغذاء فيسهل هضمه. ليه بردة الحديد تتفاعل أسرع من قطعة الحديد؟ لأن بردة الحديد مساحة سطحها أكبر. طبعا أتكلم عن مساحة المساحة الكلية، محدش يقول لي ده القطعة الصغيرة مساحتها أقل من القطعة، لا، ده أنا لما قطعت القطعة الكبيرة جبت قد إيه مساحتها الصغيرة؟ هتلاقيها لو أنت جمعتها تزيد. الحاجة اللي بعد كده العامل المؤثر اللي هو العامل الحفاز، العامل الحفاز بيخفض طاقة التنشيط. لأن لحدوث نظرية التصادمات بيقول لك لحدوث تفاعل لابد من حدوث تصادم فعال، والشرط الرئيسي من تصادم فعال أن تمتلك الجزيئات طاقة تنشيط. بمعنى افرض طاقة التنشيط بتاع التفاعل ده 100، يبقى كل الجزيئات اللي ليها 100 فما فوق تتفاعل، أقل من 100 ما تتفاعلش. وظيفة العامل المساعد يخفض لي 100 دي، يخليها لإيه؟ 20 أو 30 أو 40. زي مثلا أنت بتخش مطعم ومعاك مينيموم تشارج ويقول لك 500 ريال، 500 ريال مينيموم تشارج، يبقى معاك 500 تخش، ما معاكش مش هتدخل، مش هيتم التفاعل، مش هتاكل اصلا. لكن تخيل انت تعرف واحد كده واسطه وايه وراح ايه، طب تعالى ندخل من الباب دوت وبتاع ونعمل ايه، نخش من هنا عشان انتوا جروب مع بعض فهنعمل لكم ديسكاونت يبقى 300. هو ده وظيفه الايه؟ الوسيط او العامل المساعد. ليه يزداد معدل سرعه التفاعل بزياده التركيز؟ بسبب الماجيك وورد عندي بقت هنا اللي هي زيادة عدد التصادمات بين الجزيئات. يبقى كل كلمة عندنا هنا في زيادة السرعة زيادة عدد التصادمات. يبقى السرعة بتتأثر بخمس عوامل، بينما ثابت الاتزان بيتأثر بعامل واحد فقط اللي هو درجة الحرارة. طب درجة الحرارة بتعمل ايه للسرعة؟ بتزود لي طاقة الجزيئات، طاقة حركية، فتزيد لي عدد التصادمات. الجزيئات بتتحرك بسرعة، خدت طاقة، فتزيد لي عدد التصادمات. يبقى الاختيار هنا اختيار رقم سي. حدد نوع الرد. دي من الرد بقى ايه؟ بين الريت والكونسنتريشن، التركيز والريت، دي رتبه من الدرجه الثانيه. سأل بعد كده اي التغيرات الاتيه تؤثر على ازاحه موضع الجسم؟ انا مش شايف عندي في المعادله غير عدد مولات هي ولا هيئات. طيب إضافة عامل حفاز بيؤثر يزيح ناحية اليمين؟ لا، العامل الحفاز ما بيعملش كده، العامل الحفاز بيخفض طاقة التنشيط لكن بيحافظ على سرعة التفاعل الطرد، يساوي سرعة التفاعل العكس. تقليل تركيز إلى اليمين، تقليل تركيز الأوتو، لما قلل تركيزه يبقى التفاعل يكون الأكسجين عكس طبق القاعدة الشاتلين. يبقى تقليل التركيز يؤدي إلى زيادة إزاحة ناحية اليمين، زيادة الحجم. خلي بالك بقى استاذ، احنا نعرف الضغط، ما الضغط عكس الحجم، هو الضغط
النواة متفق فين؟ في النواة عشان 2 و1 و3 ومتفاعلات 2 ده، يبقى الضغط مرتفع في النواة، يبقى لو زودت الضغط يمشي ناحية المتفاعلات. طب خفضت الضغط، لما خفض الضغط يمشي ناحية اليمين. طب أخفض الضغط معناه إيه؟ تخفيض الضغط معناه زيادة حجم، لأن علاقة عكسية طبقا لقانون بويل في الفيزياء بين الحجم والضغط. يبقى هنا زيادة الحجم صح وتقليل تركيز الأكسجين صح، يبقى أنا عندي الاختيار مين الصحيح؟ رقم سي. قيمة بي كي بي القاعدة هو 5، ما هو رقم الهيدروجين بي اتش محلول في القاعدة التركيبية ده؟ إيه اللي هنستخدم؟ عايز رقم الهيدروجين الأول، هطلع الـ H، الـ H بتاع ده محلول قاعدة. شوف بقى كده، احنا لازم نطلع الـ OH الأول. الـ OH يساوي الجذر التربيعي لـ بي كي بي زائد زي دي ضرب تركيز القاعدة. جبنا الـ OH، بعد ما اجيب الـ OH اطلع الـ H، تركيز الهيدروجين H في OH يساوي 10 في السالب 14. طلعت الـ H، بعد ما اطلع الـ H اعمل ايه؟ اجيب الـ pH بتاعها بما يطلب. يبقى المسألة دي 3 مسائل في بعض بسيطة. كمان مرة، الأول هطلع الـ OH لأن ده قاعدة، يساوي الجذر التربيعي الـ BKB ضرب تركيز القاعدة، تركيز القاعدة. جبت الـ OH، بعد كده هطلع الـ H، H في OH التركيزات يساوي 10 في السالب 14. طلعت الـ H، بعد ما طلع الـ H أجيب اللوج بتاعها، سالب اللوج بتاعها عشان أجيب الرقم الهيدروجين. السؤال بعد كده، ادرس التفاعل المتزن التالي، ما تأثير خفض درجة الحرارة قيمة ثابت الالتزام؟ ثابت الالتزام يتأثر فقط بدرجة الحرارة. طب لو قال لي ما تأثير درجة، ما تأثير ضغط على ثابت الاتزان؟ لا تأثير، لأن ثابت الاتزان يتأثر فقط بدرجة الحرارة. التفاعل ده نوعه إيه؟ ده طارد الحرارة ذات الأجسام، يعني الحرارة ناتجة في النواة. خفض الحرارة يؤدي إلى تكوين حرارة، يعني يؤدي إلى تكوين، يبقى هنا الكيسي بيزيد، يبقى هنا يزداد الكيسي برفع درجة الحرارة. رقم ب، ماذا يحدث في موضع الالتزام عند زيادة الحجم؟ زيادة الحجم معناها إنقاص ضغط. طب هنا CO2 واحد و H2O واحد و CO2 واحد و H2. طيب ماشي، عدد مولات المتفاعلات 2 والنواتج 2، يبقى لا تأثير للضغط، لا تأثير للضغط على موضع الالتزام. ليه؟ لأن أنا ما عنديش تغير في الضغط، ما فيش ضغط مرتفع، ضغط منخفض. خلي بالنا خالص، تأثير الضغط ما فيهوش أي تأثير لما يبقى عندي أصلاً عدد متساوي من المولات، يظهر تأثير الضغط لما يكون عندي عدد مختلف من المولات. يبقى هنا نقول إيه الإجابة؟ الإجابة النموذجية، ماذا يحدث في موضع، لا يتغير موضع الاتجاه، بس الإجابة، لأنه لا يوجد تغير في ضغط المتفاعلات عن ضغط النواة، عدد المولات متساوي. السؤال بعد كده، ما مقصود بعمر النصف؟ عمر النصف من اسمه نصف التفاعل، هو الزمن اللازم لإتمام نصف التفاعل، الزمن اللازم لإنقاص التركيز المتفاعلات للنصف. إيه العلاقة بين ثابت الاتزان، ثابت السرعة، وقيمة عمر النصف اللي هي إيه؟ تي نص بيساوي 693 من ألف، اللي هي لين 2، على اللي مش حافظ 693 من ألف يعملها بالكالكوليتر لين 2. ثابت السرعة يبقى أنا بقول ما قيمة تي نص بيساوي 693 من ألف على الرقم ده 0.0579 إيه، وتطلع لي بالمينت، لأني عمر النصف هنا الكي طالع هنا بمينت ماينس 1، يبقى عمر النصف يطلع بالمينت. سألنا بعد كده، انظر للتفاعل ده، اكتب تعبير ثابت الاتزان. الله، ده كله مجازة. اوكي، كي سي يساوي تركيز النواتج سي او سي ال 2 على سي او تركيز سي ال. خلاص، التركيز عند الاتزان عوض، ما اسهل من التعويض.
واحدة بس. طيب هي الناتج بكام؟ بوان، وان سي او سي، والمتفاعلات باتنين، واحدة سي او واحدة سي او، يبقى واحد ناقص اتنين، يبقى هنا وحدة ثابت الاتزان هي ام واحد ناقص اتنين بناقص واحد، يبقى ده تعويض مباشر عند الاتزان كان كذا. ودي اسهل مسائل تيجي في النوايا دي، في مسائل تيجي اصعب من كده لما يقول لك اتبقى كام، في مسائل موجوده في الكتاب المدرسي اصعب من دي شويه. حمض ضعيف تركيزه ده ورقم الهيدروجين يساوي 3، احسب قيمه ثابت تفكك الحمض، عايزين كي نعمل ايه؟ نقول عايز الرقم الهيدروجيني للحمض، احنا قلنا الحمض ضعيف اتش بيساوي بي كي اف تركيز الحمض، خلاص اعراب لقيت اتش تربيع شلنا الجذر كي اف تركيز الحمض، بعد كده هعمل المسألة الرياضية، أنا عايز كي اي بقت اتش تربيع على تركيز الحمض. طب ما أنا ما عنديش اتش تربيع يا أستاذ، أيوه ما أنت عندك رقم الهيدروجين، من الرقم الهيدروجين اللي هو 3 ده تجيب الاتش 10 أس سالب 3، لأن إذا كان عندي بي اتش رقم أنا عايز الاتش أقول 10 أس سالب هذا الرقم، وطلع مسألة رياضية في منتهى البساطة. مسألة بعد كده، احسب تركيز هيدروجين الهيدرينيوم اتش 3 او بلس في محلول مكون من حمض الاسيتيك ومن اسيتات الصوديوم، علما بان كي اي بيساوي كذا. قانون تركيز هيدروجين الهيدرينيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي كي اي زائد لوج الملح صود على الحمض، عنده كل حاجة. انا عايز تركيز الايون الهيدروجين، اقول اتش الشاي اروح اعمل حاطط البي كي اي، او انا هجيب البي كي اي، يعني انت عندك الكي اي كذا بي اي بي بمعناها سالب لوج، تجيب سالب لوج ايه وتضربه في اللوج تركيز الملح على تركيز. نخلي بالنا يا اولاد من اخر حاجه عندي من الجدول الدوري، جدول الدوري ده فيه كل حاجة عندنا، يعني أنا في جدول الدوري ده بعرف فين المجموعة الأولى أهي هيدروجين ليثيوم صوديوم، المجموعة الثانية بيريديوم مغنيسيوم، المركبات كلها مرتبطة بيه، أعلى سالبية هي الفلور اللي في مجموعة سبعة هناك، أقل سالبية هي السيزيا، ليه ما خدناش الفرنسي؟ لأن ده عنصر غير طبيعي، عنصر مشع، عناصر انتقالية هي في النص. بيزداد طاقة التأيون من أسفل لأعلى في كل مجموعة، تزداد الذوبانية من أعلى لأسفل لكل مركبات المجموعة الأولى والثانية، الفلور والكلور بروم مجموعة الهالوجينات بيزداد الفلور غاز والكلور غاز والبروم سائل وبيوصل بسبب زيادة الكتلة المولية وزيادة قوى الأرض. الجدول ده لازم تهتموا بيه خالص، وإن شاء الله ربنا يوفقكم، دعواتي ليكم أن ما فيش واحد ممكن ينقص نص درجة، ربنا يوفقكم إن شاء الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله.